مرحبا وبيك عايشك. تعرف عليك صالح العبدلي. سي صالح شنو تعمل اليوم؟ تو متقاعد. متقاعد قلت لي من تعليمك؟ متقاعد. ولا من لسنتي؟ من لسنتي. كيف جات الحكايه؟ ها كيف جات الحكايه من لسنتي والتعليم؟ اغرام لك توقف اغرام حبيت معناها لسنتي مشيت لسنتي تو الحمد لله ربي السلاير ناخذ فيه من لسنتي خير من معلم. قداش خدمت من عام معلم؟ خدمت 9 سنين. 9 سنين. متحصل شهاده جامعيه قبل ولا كيفاش؟ لا ما حبيتش. كيفاش؟ ما حبيتش ندخل ترشيح معلمين. خذيت بي ام بيبي دونسيمو موان. ما حبيتش ندخل ترشيح معلمين على الكونترا تاع 10 سنين. فهمتني؟ هكا معناها ونمشي هنا فرغت بلاصه هنا برا بلاصه الاخرى ما حبيتهاش انا ذيك. قعدت برشا في 9 سنين تنقل برشا بلايصه؟ اه في 9 سنين قعدت تنقل برشا بلايصه؟ لكن في تونس كمان في تونس. فين قريت؟ قريت في مغيره اول عام. مدارس اعطيني مدارس. مغيره. فهمتني؟ منزه فهمتني؟ شارع هادي شاكر لا اله الا الله محمد رسول الله العمران جبل الاحمر. جبل الاحمر. مازلت تمشي المدارس هذه توا ولا جاتكش الفرصه انك تمشي للمدارس اللي قريت فيها؟ صدقني تو انت جبت الموضوع هذا والله انا مشيت مرتين المدرسه قريت فيها انا مع خزعين او 1954 السنه الاولى ومشيت لشارع هادي شاكر اخر محطه عندي في الشارع هادي شاكر. هادي شي مدرسة هادي شاكر كيفاش لقيتها؟ كيفاش كيما بارابور كيفاش خليتها؟ معناها تبدلت كومبليتمون حتى المدير تاع المدرسة قال لي شنو قلت له هكا هكا عندي حنين حبيت نجي نطل قال لي وقتاش قريت؟ قلت له من 71 هنا و 72 قريت وقريت فيها؟ اه لا لا قريت فيها ما قريتش ما قريت زعيما هكا هو. وكيفاش جاتك فازة انك تمشي لسانتي وتخلي التعليم؟ معناها والله حبك كيك ما نعش معناها وقت مخ ما نعش نطلع في الكار نشوفك خلاص وكي جو وكل معناها واو ماشي واو جاي ورحل معناها قلت كاو عملت مطلب معناها في الصيف لحظة من زمان عيطوا لي جمعة شنو الامتحان؟ امتحان عطوني جريدة العمل اللي قريتها وكاو هاك هاو وهاو كار خرجت من فلانة وقتاش توصل هنا وكاو معناها كيستو حاجة بسيك تكنيك وكاو اكثر وقت ما ندمتش انك خرجت من التعليم؟ لا والله لا والله فرحان وجاتني فرص معناها باش نعمل اتيود في الدار ما نحبش مخي ما عادش عندي. شنو كنت قاري انت بالضبط؟ أه؟ شنو كنت قاري؟ عربيه وفرنساويه بيلانغ قاري عربيه وفرنساويه. اي هكا هو. من بعدك كي مشيت كي كبرت وعملت عائله عملت صغار ولا؟ بالطبيعه. باهي قريتهم ولا الفرنسي والعربي؟ ولادي والله لا والله ما نكذبش عليك والله لا تلفت لهم جمله. موصيهم معناها عندي ثقة في ولادي ومتفاهم معاهم أصدقاء مش ولاد. أنت جيب 20 سيرفان في الدفور حطها على التابلت جيب 0 سيرفان حطها على التابلت. وأنا بعد وقت لحظة هيك نعمل مشي وجاي في الكلوار وكاو الواحد يندب ويعمل 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 ويعمل. فهمتني والحمد لله تو ولادي كل لاباس عليهم. قداش قعدت تخدم في لسانتي؟ قعدت 21 سنة. تقاعد به اليوم؟ باهي. قلت لي تقاعد لسانتي خير برشا من تقاعد تعليم. بالطبيعه بالطبيعه بالطبيعه. دفري تو نشوف فيهم انا معناها نعمل مقارنه نقرا هرب عليهم وزيد لسانتي عندك ركوب بليش عندك دواء بليش عندك كل شيء معطيت كل تو بتصور انت معناها انسان مش يمشي ليبيا انت تو باش نسك انت ماشي ليبيا خلاص على الاقل فلوس يلزمك. انا 5 دينار تبارك ناخذ كارو في الليل 9 تاع الليل للراس الجديد. نسخ هذيك ناخذ اللواج 5000 فرنك نص الليبيا ومن بعد نرجع ب 10000 فرنك مش نعيم هذا ما عند ربي نعيم. علاش اليوم لسانتي خير من برشا قطاعات اخرين؟ على خاطر كانت قبل معناها هي مالغري هي قوميه فهمتني خاطر تو انت كي تجي تشوف مثلا تسكر تاع كار من هنا للمرسى 800 فرنك وكي تاخذ تاكسي تكلفك 20 دينار لولا معناها الطاقم نتاع الدوله لها هي وعمرها ما كانت ديفيسيتا معناها ديما هازه بعضها. شنو تعمل اليوم؟ كيفاش تعدي الوقت؟ كيفاش تعدي الوقت اليوم؟ ما عندي ما نعمل تو نمشي نروح للدار نتوضا نصلي العصر كان خلصت الظهر حاضر هكا نصلي بجامع سينو نوصل للدار نصلي ظهري ومن بعد نستنى العصر ومن بعد نعمل تعسيله صغيره ونتفرج التلفزيون وفي الليل نمشي نعمل نصلي العشاء. باهي في ديك خاذيه وساشي شنو خذيت؟ زوز باقيات وربع قناريه وكيلو قرص. هكا هو علاش؟
خاطر تو كل شيء موجود في الدار، هذوما تكمله وكا. وما يجري من غير معناها الانسان تو كي يهبط ياخذ الا شعوري يشوف حاجه شيء تو ما يجري كل شيء في الدار. امانه معناها كيك بيس يجي كي حط وبعد جينا عمل لك اللي غلطوني انا ولا فهمتني لا؟ بدي تحسن. اي وخاطر معناها الاقتصاد عند النساء راهو. ماكش مستقضي انت؟ ماكش مستقضي؟ لا 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 انت مره واضح حبيت نعمل نقضي. وصلت لدوز تقريبا لتريز قلت لها كمل قالت لي لا والله ما كملتش باش تعرف خاطر النساء علاش انا نراها معناها المراه هي معناها ايكونومي والله تجي خارجه تعمل هكا على الفريجيدير تشوف واش نخسر مثلا عندك عطين بطاطا تكمل رطل عندك حاجه تكمل انا ما نحشمش نجي نقول عطين رطل لحم ولا رطل الحوت ومن بعد نقول فما المشكله ذيك الحشمه تاع انك تجي تاخذ مدام خضار تغزل في جنبك ياخذ كيلو ياخذ زوز كيلو مالغري ظروفك انت معنا ما تسمحش انك تاخذ هكاك على الاقل وقتها تولي تماري وتحشم انك تاخذ اقل احساس احساس فيك شعور هو خير مني انا ولا انا واحد ماش بقيس انه خير منك ريت انت افكتيفمون انت قلتها هكاك نخمم وحنا انا نخمم هكاك نقول في داخليتي شبيه هو خير مني انا خويا انا ما نقريش وكاو انا شفت الاسوام وكاو بعد انا نعمل لها المعادله تاع الاسوام رسم هاك وهاك وهاك تدبر راسك هي ما تحشمش كي تاخذ مخدرات تقول اعطيني من هذيك ولا اعطيني انا لا هي تنجم تبرز حتى الواحد تبرز كما تحب هي انا لا كاو قلت لي مره بديت انت تصرف في الشهر وصلت ل 12 في الشهر وقالت لك كملتهم تاع شهر كامل في 12 يوم قالت لي كملوا كاو وكملت كملت ضحيت دين تسلفتو كاو باش كملت الشهر بعد قلت ولا لا هكا ويز برك انتوا في العاده كيفاش يصير تقسيم الفلوس في اول الشهر كيف يا باشا؟ في الناس مع بعضهم يصبوا شهريا نمشي هيا مدام تجي معايا نحط الكارت الداب اللي يجي قدامي مدير 650 دينار في كفها ولا يهمني منها لا باب ولا ما حتى شيء ما يهمني حتى شيء حتى من بعد في صوره ما اذا كان معناها نعرف عنده فلوس تقول لي صليح معناها ما تسلفني نقول انا رجع نسلفك 10 20 تحبي راش ناخذ تاعي انا الاولانيين امان نقول الالمان نتشاي مع الالمان هكا تحاسبوا معنا هكا انا بدلك جماعه وهذيك هي طبيعتي هكا يعني انت عندك ميزانيه معينه تعطيها معدل قديش قلت لي؟ نعطيها 650 كل شهر 650 هكا وما يهمنيش وما يهمهاش باقي زاد ايش نعمل بهم؟ ايش تعمل بهم؟ ها؟ ايش تعمل بهم؟ هاكا معناها ساعات يدقني ربي وحدي معناها نكون مخبيهم هكاك مصروفي انا تعطيني حاجه هاكا خارجه اني تعقل نقول لها تعطيك لا كاو ولا هي كي نجي نهبط تقول لي صليح معناها كمل لك الحاجه راهي خسيتها ونعطيك نرجع نعطيك وكاو وكاو ما تعدي تو في رمضان تعمل دوره تقضي شنو ناقصك وتمشي وكاو كان ثم حاجه باش نقضيها بابي ما سماش اني نعمل دور وكاو بما اني ناخذ سنتي اي كار نطلع فيها نمشي نحوس نمشي منها نمشي وكاو وكاو عملنا معناها والله في رمضان لا تعرف علي ومشي اسبوع نقوم ثمانية ناس باب ساعدوني يقول باجا باجا نقدر نطلع باجا باش تحوس اي وكل عشيه كان جبت شويه مخارق شويه زابي شويه جبنه وكاو فهمي ساعات نمشي القروان عندها كسكوت دلوز كروان في الفطار خرخرات وعنده خبز خرخرات تحب المحواس انت تحب المحواس والله كان في رمضان اما تعدي الوقت باش ما تشعرش ان انتك وتو ساعات واحد يقول والله صح عليك تخدم ولا سنتي علاش ما تمشيش لا يقول نقلق كان مره ودي اقرا في الشخص يكون ميجيستون قالت لي مره بالله هز القضيه هذه هزيت القضيه والله نعرف على شيء معناها ساكر زي ما كو نسيت وخذيت كار الحامة الصباح من هنا وصلت غاديك تقريبا 11 ونص نقي سما في عاصم شهود أخذت بعطيها لكم تحب مصروف خلي ما هو مصروف وغادي كار دار تقال هي تونس تونس نقيس ما كاو ما نحن نحملش نهارك زين وشاهي طيب ربي يفضلك وشاهي طيبة لكم انتم وربي يوفقكم ما كاو